مباشر وهو الخاص بالثنايا الابكار المهجنات الاصايل في هذا الانطلاق المتميز مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه التحديات الرائعه والانطلاقات الجميله مع اسبوعنا الاول مع الكبار. نتابع الصداره، نتابع بدايه هذا الشوط، وارى هناك ايضا اللي اندفعت منذ البدايه وقادت المجموعه الشروق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم وعلي بن راشد بن غدير متابعا ومنطلقا مع هذا الاداء المتميز اللي قدمته الشروق وهي تندفع بناموس هذا الشوط منذ البدايه. الغزيله مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري مضمرها، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثالث بقرة الشاهينية بشعار سمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم ومتابعة وانطلاقة حمد بن علي العويسي. النقلة التالية مع المركز الرابع كي أرى نجدة تأتي رابعا، ومع المركز الخامس المتحدة بالشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. سادسا التسلل من الجانب الآخر من الشاهينية تحمل شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الدور دور المركز السابع وأرى أبها تاتي سابعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن مروشد من يعلن انطلاقة أبها مع الأداء المتميز مع المركز السابع ثامن. التحديات من الجانب الآخر، أرى التسلل في هذه اللحظات مع الشاهينية. المركز الثالث تواقة التابع الهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد من يعلن هذا الانطلاق المتميز. المتحدة خامسا التابع الهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير متابعا ومنطلقا بهذا التحدي. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، ونجدة على الصدارة، نجدة على المقدمة، تباعد المسافة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية تعلن الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام. تندفع بناموس هذا الشوط. تهانينا الهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة للواقع حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاقة نجدة. باعدت المسافة، ارقصت في اللحظات الأخيرة مع التجارب الأولى والظهور الأول لهذا السن الثنايا مع بداية هذا الموسم. تهانينا من الأعماق لهجن العاصفة على هذا الأداء المتميز واستراحة المحارب في اللحظات الأخيرة واقتراب نجدة من خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة لحمد بن راشد بن غدير. لحظات وصول نجدة إلى خط النهاية. المركز الثاني تواقة كذلك من هجن العاصفة. المركز الثالث تصل فيه الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم. المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الخامس المتحدة لهجن العاصفة والبقية من حين الأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول نجدة إلى خط النهاية. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها مشاهدينا متابعينا الكرام 9 دقائق 43 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت نجدة. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة دائما لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تواق كذلك تقطع المسافة بفترة زمنية مقدارها 9 دقائق 43 ثانية وست. الزمن الثانية التهاني لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية تقطع المسافة في 9 دقائق 44 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، والتهاني لحمد بن علي العويسي.